كما ورد في الخبر وفي بيان وزارة الخارجية التركية، الوفد التركي بتوجيهات من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يضم وزراء الخارجية التركي مولود تشاوشولو، وزير الدفاع التركي خلوص أكار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ووزير التجارة التركي محمد موش، بالإضافة إلى رئيس الاتصالات والإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، ثم المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كولين. ما أعلن هو أنهم سيبحثون تطورات الملفات السياسية في الداخل الليبي بين الأطراف الليبية المختلفة، ولا سيما ما يتعلق منها بالانتخابات، ثم بحث ما يتعلق تحديدا بالاتفاقيات المتبادلة وتحديث هذه الاتفاقيات بين تركيا والجانب الليبي، وما يتعلق منها تحديدا بالتدريبات العسكرية التي أثارت الكثير من الجدل، الوجود والتبادل العسكري، وهي الاتفاقيات التي أثارت الكثير من الجدل سابقا، بالإضافة إلى ملفات إقليمية ودولية. هذا ما هو معلن رسميا. ما هو غير معلن رسميا حتى الآن وما تحدثت عنه وسائل الإعلام هو أن الوفد التركي سيبحث استئجار المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية في البحر الأبيض المتوسط من أجل بدء عمليات تنقيب عن النفط والغاز من قبل شركات تركية. هذا الأمر إن حدث فعلا يعني أن هناك اتفاقيات جديدة ستوقع بين أنقرة وطرابلس، بين أنقرة والحكومة الليبية، حكومة لدبيبة على وجه التحديد، وفي هذا أيضا جدل كبير. وثانيا هذا يعني أن يعني ملفات توتر جديدة ستطغى على الساحة الإقليمية على الأقل، خصوصا في جدلية العلاقة بين أنقرة والجانب اليوناني على وجه التحديد. إذا ما تم توقيع مثل هذه الاتفاقيات هذا يعني أن تركيا ستستطيع يعني تنفيذ عمليات تنقيب بمناطق واسعة جدا في البحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع الجانب الليبي طبعا، وهذا من المتوقع بحسب مراقبين أن يزيد من التوتر بين على الأقل الجانبين التركي واليوناني على وجه التحديد. ولكن بالمحصلة هي زيارة مهمة جدا. الوفد الذي يتوجه إلى ليبيا اليوم هو وفد كبير يضم 4 وزراء ومسؤولون آخرون، وبالتالي من هنا نستطيع أن نفهم التعويل التركي على ما قد يرشح عن هذه الزيارة من اتفاقيات جديدة أو تحديث الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين التركي والليبي، بين أنقرة وطرابلس. نتحدث عن الاتفاقيات التي وقعت بين أنقرة وتحديدا حكومة السراج، حكومة الحكومة الليبية السابقة التي أثارت حينها الكثير من الجدل والانتقادات عمليا على مستوى إقليمي في يعني بعد توقيعها. الآن تركيا تقول إنها ماضية في هذه الاتفاقات مع الحكومة الجديدة وإنها ستعمل على تحديثها وتوقيع اتفاقيات جديدة. هذه هي الصورة بشكل عام. الوفد سيتوجه اليوم، المحادثات ستكون مهمة على مستويات سياسية ودبلوماسية عسكرية وأمنية واقتصادية وتجارية. وجود وزير الاقتصاد، وزير يعني الموارد الطبيعية التركي وهو المسؤول عن ملف الغاز على وجه التحديد والتنقيب عن الغاز والبترول، هو بحد ذاته أمر مهم جدا، بالإضافة إلى وجود وزير الدفاع على سبيل المثال وهو الذي سيبحث ملفات عسكرية وأمنية، ووزير التجارة الذي سيبحث ملفات اقتصادية خالصة. نتحدث عن رغبة تركية في تعزيز دور الشركات التركية في العمل في الداخل الليبي بمختلف القطاعات وبمختلف المجالات والمناطق، بالإضافة إلى الحديث عن الجانب العسكري والدبلوماسي. العسكري هو الأهم لأن الوجود العسكري التركي في ليبيا وعمليات التدريب التي تقول أنقرة إنها تنفذها بناء على اتفاقيات وقعت سابقا أثارت الكثير من الجدل. الوجود العسكري في ليبيا يبدو أنه سيستمر بناء على هذه الزيارة وبناء على هذا الوفد الذي يشارك من ضمنه وزير الدفاع التركي. نعم.